بكره اكيد احلى. هيدا الامل يلي بدنا نضل مأمنين فيه على طول. هيدي بيروت يلي كل ما بتمرق بمحن وامتحانات هي اللي بتطلع منتصرة. وحتى بالمشاكل اللي بنعيشها بنجرب نطلع على فسحة أمل كتير صغيرة ونقدر منها نطلع نرجع نبني اللي نحن بنحب نبنيه. عم تفتح بس كرمال نفرجي للعالم انه نحن ما رح نستسلم، نحن حنشتغل نحن وكل لبناني نشتغل تنرجع نبني من اول وجديد. بيروت انا بشبهها اكثر لطائر الفينيك، لانه هو بيموت بس بيرجع بيقوى وبيتجدد بقوه اكبر.